أهلا وسهلا بحضرتكم. الست أم أحمد كانت بتسأل عن أنها بتصلي الشفع والوتر، الهيئة اللي بتصلي عليها أنها الثلاث ركعات في النص التشهد وفي الأخير التشهد، والتشهد الأول ثم التشهد الثاني. فبتقول الهيئة دي صحيحة ولا لا؟ الهيئة المذكورة الحريك قلتيها هي صحيحة، ويجوز زي ما حضرتك بتعملي ما فيش أي مشكلة، ويجوز برضو أن حضرتك تصلي ركعتين وبعد كده تصلي ركعة واحدة وعلى الله القبول. طيب بالنسبة لأنك أنت أثناء القراءة في الصلاة بتكوني حتى المصحف قدامك وبيبقى فيه معاني المفردات قدامك أو بعض التفسير اليسير، فبتقولي أن أنا ساعات عيني بتنظر إلى التفسير لما بتستوقفني بعض الكلمات أثناء تلاوة القرآن الكريم داخل الصلاة، هل هذا يخرجني عن الصلاة؟ ما دام حضرتك لم يحدث تلفظ بالتفسير، ما بتكلمش، لساني ما بيتحركش بيه، لساني بيتحرك بالقرآن فقط في الصلاة، مجرد ان انا عيني كده يعني لم يحدث تلفظ بالتفسير فلا حرج. والأولى واللي انا اشوفه اولى ان احنا نعتني ونركز أكتر في قراءة القرآن، وبعد الصلاة بتقومي بمطالعة التفسير، أو حتى قبل ما تدخلي الصلاة القدر اللي أنت عارفة أنك هتقريه ممكن تقري تفسيره الميسر بهذه الصورة حتى لا تشغلك الشواغل عن الخشوع التام المطلوب داخل الصلاة. أختنا الفاضلة الست أم أحمد.